لو الحكاية فيها إن فيجو مخرج العام على الكرة بنادي الفرات بني سويف، أنا عايز أعرف نقطتك النهاردة للقرعة الدوري الممتاز. والله أنا من وجهة نظري شايف إن القرعة النهاردة متوازنة، المجموعتين إلى حد ما متوازنين بشكل كبير جدا. لما تيجي تحسبيها في ظل الظروف المالية الفترة الأخيرة وتأخر استعداد الفرق، أفتكر إن كل الفرق قد تكون مستوياتها قريبة من بعض، يعني مفيش فرق كبير جدا غير الفرق اللي هي يمكن موجودة في البطولات الأخيرة زي الأهلي أو الزمالك، دي اللي كانوا واقفين على رجلهم الفترة الأخيرة. ولكن بشكل خاص أنا كتليفونات بني سويف راضي عن وجودي في المجموعة، مجموعة برضو كل التقدير والاحترام لكل فرق الدوري. أتمنى السنة دي إن شاء الله إن احنا نعمل موسم يليق بتليفونات بني سويف في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها، ولكن أتمنى بقى إن الأهم في هذا الموضوع هو إن الأندية تلعب على ملاعبها السنة دي ويكون في وسط جمهورها، لأن دي هتبقى من عوامل النجاح أو فرص الرهان للأندية إن شاء الله نحاول نتائج إيجابية، وبالأخص التليفونات بني سويف إن شاء الله. التليفونات حدد ملاعب إيه؟ أنا حددت ملعبي اللي هو استاد بني سويف في محافظة بني سويف، ويمكن جبت موافقة إدارية يعني من الجهة الإدارية للشباب والرياضة، ولكن الموافقة الأندية لغاية دلوقتي لسه ما طلعتش، وأتمنى إن يكون في موافقة مركزية من وزير الداخلية بحيث إن يبقى هناك تعليمات لمديرين الأمن إن هم يتضامنوا مع الأندية ترشيدا للنفقات وتأكيدا على استقرار البلد الفترة الجاية إن شاء الله. أخيرا الفريق تفتكر إن هو ممكن في ظل المجموعة الصعبة، نطاق ثانية مجموعة صعبة مع زي الزمالك والإسماعيلي، ممكن يكمل الموسم القادم؟ بصي لو هنتكلم بالورقة والقلم احنا اختلفنا اختلاف كلي وجزئي عن الموسم الماضي في ظل التعاقدات وفي ظل الأجهزة وفي ظل الإمكانيات المالية، لكن ده ما يقللش من إن شاء الله السنة دي عندنا هدف وعندنا طموح، عندنا ناس عايزة تثبت وجودها سواء كانوا لاعبين صاعدين قطاع الناشئين أو لاعبين أصحاب خبرة كانوا محتاجين برضو إن هم ياخدوا فرصة الفترة اللي جاية في ظل جهاز فني أنا بعتبره جهاز فني مخلص، بالناس خايفة على المكان، خايفة إن المكان ده يقع، فأتمنى إن شاء الله براهن على الحب والانتماء لهذا المكان في وجود الجمهور والملعب. عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى، مفيش مستحيل في الكورة طبعا، ممكن تكون الأمور صعبة شوية كإمكانيات مالية أو كمستوى تعاقدات، ولكن عندي أمل كبير في ربنا وفي اللعيبة اللي موجودة في الجهاز، احنا بنحاول نتائج إيجابية ونضمن البقاء في السنة إن شاء الله. كابتن أحمد شكرا جدا لحضرتك. متفائل أنا قوي يعني.